سام حبيبي يا كابتن بنورك، وطبعا يعني بان حضرتك على الجزء الاول من الحلقه، لان فعلا خالص العزاء لكابتن محمد الله شوقي يرحمه ويغفر له يا رب. لاعب نادي كفر الشيخ، ونتمنى بالفعل يكون في اجراءات على ارض الواقع من اجل الا تتكرر مثل هذه الامور مره اخرى. ايه هي الاجراءات دي؟ اولا لازم يكون في نحب حلول. تمام، اقول لحضرتك الحلول. يلا. اولا لازم يكون في اجهزه للصدمات موجوده في كل نادي مشارك في اي درجه من درجات المسابقات، ماشي، درجه رابعه، درجه ثالثه، درجه تحت ثانيه. إجبارك اهو جهاز بالظبط، الصدمات. مش بتكلم على عربيه الاسعاف، بتكلم جهاز صدمات في النادي، ده نعم. رقم واحد. تعال نقول ان الدوري معظم الناس في الدوري تمام جدا، وهتقدر تتسق مع فكره الحاله الطبيه. لازم كمان يكون في يعني امور بقى متعلقه بالتحليل الجيني يا كابتن، تحليل جيني حلو لكل الفرق اللعيبه المشاركه في كل المسابقات حلو من اول الدرجه الاولى للدرجه الاخيره، ماشي. لان ده مهم جدا، وبيتوقع حدوث بعض الامراض لدى بعض اللاعبين، مش بس فقط لغير تحليلات. لازم يكون هناك دكتور او طبيب مؤهل في كل مباراه، في كل ملعب تجرى عليه المباراه. مش ماشي. بتكلم هنا على فكره لو هنقول الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه على الدكاتره فكرة يكون كل اللي ايه، كانوا موجودين في الملعب مش أطباء. ما ده اللي انا بقوله، لازم نعم. يكون في الملعب طبيب طوارئ، ماشي. حتى لو انا هستغل ذلك من الوحدات الصحيه في بعض الملاعب في الدرجه الثالثه ماشي. والدرجه الرابعه، ماشي. ده مهم جدا. المراجعه، ويكون سيارات الاسعاف مجهزه، وما نسمعش تاني يا كابتن ابدا على فكره سيارات نقل الموتى هي اللي بتكون متواجده والحكام بتوافق وبتلعب ماشي. المباراه. دي امور يا كابتن. حلو. اتفضل. لا خلاص حلو. دي امور، دي امور على الاقل انت استبعدت نقطه الاهمال اللي حضرتك اتكلمت عليها. زي الفل. فنبدا بقى نتعامل مع الحالات، لان في النهايه هو الموت قضاء وقدر، ونعم بالله. ده شيء طبيعي، لكن على الاقل انت تاخذ بالاسباب. ما ينفعش يا كابتن طبعا. يكون 3 دقائق حضرتك بتعرضهم النهارده ولا 4 دقائق، مفيش حد مسعف قادر يعمل انعاش للقلب طب بشكل وخلي بدائي بالك جدا. الصورة اللي كانت ده بتقول، العنصر البشري الصورة اللي بقى كانت بتقول يا فارس كانت بتقول ان هم بيتعاملوا معاه انه بلع طبعا، لسان، ودي مشكلة. لانه انا لو عندك دكتور متخصص، دكتور يعني دكتور حتى عادي، طبعا طبيب لان طوارئ. انا صاحبي جدا دكتور نادر الشريف اللي هو ولد يحيى، يحيى نادر لاعب نادي العين، بكل اسف يعني بعت لي قال لي انت كل كلامك مش صح، اول ما جبت الحاله يعني قال لي احمد الدم ما وصلش، الموضوع اكلينيكيا منتهي عشان ما تتعبش قلبك يعني، وقال لي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها من البدايه طالما صحيح. الخطوات دي لم يتم اتخاذها، وبالتالي قال لي كده. انا اسف، انا ما كنتش حابب اقول الكلام ده يعني. قال لي اعتبر الولد في اعداد الموتى يا احمد، اللي انت بتقوله ده وقت طويل جدا جدا جدا. قال لي اول 3 دقائق هم اهم 3 دقائق طبعا في حياه الولد. اتفضل. عشان كده كابتن شوبير يعني يمكن اسامه اتكلم في بعض الامور الطبيه او بعض البروتوكولات المتبعه في العالم، وانا بدات يبقى عندي مشكله دايما، هو ليه احنا بنخترع العجله؟ يعني فكره اختراع العجله ده هو دايما الكونسبت اللي الناس بتتكلم فيها، والمبدا اللي الناس بتتكلم فيه، ان يا جماعه دايما احنا دلوقتي في العالم كله انت بتعمل ابجريد لاي حاجه، مش بتبدا من الصفر. انا حاسس ان احنا في كل حاجه كابتن شوبير عندنا مشكله ان احنا بنبدا من الصفر. في يا جماعه بروتوكولات طبيه متبعه في العالم، والله الموضوع مش صعب، ميرورنج على طول، الناس دي بتعمل ايه بنعمل زيها. مش محتاجين نبدا نشوف ايه اللي مفترض نعمله. في بقى مشكله مختلفه كمان عن اللي اسامه بيقوله، لان ده العنصر الطبي والعنصر المتعلق بالامكانيات يا اسامه، انما العنصر البشري كارثي. كارثي. لا 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 لا، بمعنى مش ممكن. كل تصرفات الناس غلط. كل تصرفات الناس في الملعب بلا استثناء غلط. يا جماعه الكلام اللي بيتقال ده في غايه الاهميه، وكلنا بنتكلم للصالح العام، فنرجو كده ان الكل يتسع صدره يعني، وما يبقاش همه انه يرد. طبعا. يبقى همه انه يحل. طبعا. لو جينا بصينا اللعبه بتاعت اريكسن الشهيره. نعم. ايه اللي حصل فيها؟ اللقطه اللي اللعيبه نزلت بعيد، الدوم سافه، الهواء يدخل، المسعف يدخل، المحيط وعدد المساحة أو الأمتار أو السنتيمترات اللي بعيد عن اللاعب لا تسمح بإعاقته، لا تسمح بعدم دخول الهواء ليه، حاجات كتيرة جدا. إحنا هنا ثقافة ووعي طبي صفر. زي ما بنتكلم إن اللعيبة يتعامل معاها، أدي إريكسن حطوها على الشاشة الكبيرة يا جماعة من فضلكم. زي ما بنتكلم إن اللعيبة يتعامل معاها دورات، بص يا كابتن، حتى المسافات ما بين الناس بعيدة. إن إزاي الهواء يدخل، نعم، ازاي انت ما تبقاش حاجب ان اللاعب ده ما فيش هوا وصل له، ما فيش اكسجين وصل له. نعم. بس الحاجه كمان اللي بنتكلم فيها والاغرب، ان زي ما بنتكلم في دورات تثقيفيه للحكام للعيبه، هل في اي حد بياخد بروتوكول طبي في الحياه المتبعه بشكل دوري، والابديت بتاعها ايه، واللي بيحصل في العالم ايه؟ هل تعتقد ده حضرتك بيحصل؟ المؤكد لا.
طيب حاجه بقى كمان انا شفت، انا اسف والله انا مش عايز اقصى عليه وهو موضوع مش شخصي خالص، بس سائق عربيه اسعاف انا شفت مشهد كارثي. الراجل وقف هاف العربيه بسرعه، راح نازل يلا يا جماعه معانا، وراح رجع للباب التاني قافله وهو نازل واخد، والباب ورا ما اتقفلش. ايه ده؟ احنا بنعمل ايه؟ تعرف حضرتك اللي هي خناقه في الشارع ويلا انزل يا ابني. هو كتر خيره، كتر خيره يا كابتن، بس انا مش بلومه هو، انا بقول لحضرتك طبعًا. ان ده نتاج ان كلنا، والله انا ما بقولش عليه، انا بقول انا اولهم، كلنا لو موجودين في الملعب مش هنعرف نتصرف. فانا بتكلم ان المفروض في بروتوكول، انت موجود في مكانك بسرعه بحيث اللاعب موجود بيتحرك على طول. الناس اللعيبه اللي موجوده في الملعب دي بتتحرك ازاي؟ هل دي حاله انت محتاج تدخل او تتعامل معاه او تشيل او تحط؟ ده في حالات انت مش مفترض تحرك اللاعب من مكانه. فالمشهد اللي قدامنا انا والله حضرتك تبص حضرتك هيوصل لك اللي انا بتكلم فيه. خلي بالك كل ده ما كانش حد استدعاه، دخلنا زي خناقه هوب تمام ارجع ورا مش مشكله، تقريبا السائق بدون مسعف او ربما يكون هو سائق ومسعف. بص يا اسامه بعد اذنك، بص اللحظه دي انزل، المساحات مفتوحه، اجري الناحيه الثانيه، انت ما تعرفش هو فين او مين بيعمل ايه، هو حس ان العربيه مفتوحه انزل روح، ده راح الناحيه الثانيه لف قفل الباب. فكلها تصرفات، بس هو اسامه كمان نبهني دلوقتي انه ما فيش حد جنبه بالظبط خالص، فانا مش عارف هل هو ممكن احيانا بيقعد ورا، يعني ورا احيانا طبيا كبروتوكول متبع في الاسعاف ممكن يقعد يعني ورا عشان ما عندناش معلومه مؤكده فمش هنظهر، لان اكيد في ناس اهي نزلت واضح. لا الناس دي الناس دي اللي هي كانت نازله من البدايه، لان في بعض الاماكن بيكون السائق بياخد كورسات في الاسعافات الاوليه. ده السائق ده اللي هو بيجري دلوقتي. ما هو ده انا ما بلوموش يا كابتن اطلاقا، بس حضرتك هذه الحاله من العشوائيه انتهت في التعامل مع اي واقعه طبيه. خلاص حتى السياره جايه بعد 3 دقائق كابتن، وده اللي السيارة موجودة، ده اللي انا باكد عليه، فكره لابد من وجود طبيب طوارئ في الملاعب. ده مهم جدا، هو مش موجود في اي ملعب، فكره طبيب طوارئ لازم يكون موجود، طبيب طوارئ في مثل هذه الامور. احنا كل واحد بيتصرف بالشكل اللي هو شايفه ان هو كويس وحلو وبيساعد فيه بس هو مش شرط ده يكون الصح. واضح ان هو لوحده، واضح ان هو لوحده. خلي بالك اقول لك كارثه كمان يا فارس، انه الفرقتين معهمش طبيب، معهم اخصائي اصابات ملاعب. يعني انا في كارثه بالظبط يا جماعه، احنا كنت شوفي بص العربيه بتتحرك، الباب هتكتشف بعد وقت الباب مفتوح، مش عارفين يقفلوه، الباب مفتوح وفي حد في حاله زي دي ورا. ده بروتوكول طبي انتهى، انتهى من العالم كله والله، ما ينفعش نشوفه على الشاشه. ايه ده الباب مفتوح، اقف يا اسطى استنى الله يكرمك عشان الحاله اللي انا اتصور يا اسامه انه لا اتصور انه جهاز الصدمات ما كانش موجود، ما اتقفلش برضه الباب. انا اتصور ان جهاز الصدمات ما كانش موجود. طبعا ما هو اللي بقى اللهوجه هنا لا وغير اللهوجه، هل ده معناه اصلا كان في مسعف معاه؟ مستحيل، على الاقل المسعف هيشد الباب. لا ده واضح ان ده سائق بياخد كورسات اسعافات اوليه، وده امر صعب جدا. النهايه هو سواق، انا فاهم هو لا يولام، انا ما ده انا بتكلم بقى فكره ان لابد ان هم بياكدوا لي ان في اتنين مسافرين، كان في اتنين مسافرين ورا، بياكدوا لي ان في مهم جدا بقى يكون في طبيب طوارئ، ممكن يكونوا كانوا بيتعاملوا مع طبيب طوارئ في الملعب. ليه؟ لان ابسط شيء يا كابتن فكره ان انت عندك لاعب سقط، يا اما بتعمله تنفس صناعي، يا اما لو التنفس تم يعني حسيت ان مفيش تنفس بتضعه على وضع جانبي كده، ده صحيح يسمح في امور طبيه لابد من وجود طبيب طارئ فيها. لو هي الميزانيه صعبه انا عندي وحدات صحيه في المراكز اللي زي دي، حلو ده ساعتين زمن، فلازم يكون متواجد طبيب الوحده الصحيه. عموما اتكلمنا في هذا الامر يعني، وهنتكلم فيه تاني وتالت ورابع، ونامل ان احنا نصل الى حلول.